جا الدري ولدي قال لي امي كاين الماء سخون، قلت ليه كاين، قال لي بغيت ندخل نعوم، قلت ليه واخا. دخل الدري يعوم، ملي دخل يعوم وغادي لي بالفوطه، الوقت اللي غادي لي بالفوطه هرب لا هو لا انا، خرج عريان. ولاد ولاد جيراننا كانت غادي تطيح عليهم الدار حتى هما، خرجوا شي خرج فيه شي، كان كل شي غادي يموت. اربعه الدراري منهم ولدي، ومنهم ولدي تا هو صديقت هذوك الدراري ولا جيراننا. هذاك هي هذيك هي صافي بات يصلنا منين خرجوا. الليل كيفاش دوزتوها؟ الليل ما دوزنا كلنا في الزنقه. دوزنا الليل في الزنقه، ما نعسناش باقي لدابا من الحد، وحنا باقيين لا نعاس لا ماكله. والله يعاونكم ووقفوا معنا، خرجونا من هذا الريبان. الليله نيت رحنا قاعدين في يد الله. احنا قاعدين في يد الله. قلت الله يرضي عليك يا وليدي، انا يا عاطيني الدار. وتنتسناهم يعيطوا ليا، وما عيطوش ليا. وملي مشيت عندهم قال لي تدي ولدك، ولدي ساكن في 59، هذا الدار اللي طاحت عليه، يا هادي طاحت عليه، يلا دخل يعوم في الطواليط حشاك. انا دخل نعطيه الفوطه، هرب طاح الحايط. وقالوا لي خاصك تديه معك، واش 59 هي 183. ها 183 ما هي 59، هو تيقول لك لا ما نعطيهش، 20 عام باش ساكن، و20 عام باش ومدخلك ها هما جيراني، ومدخل الضو الماء في سميتو، وتيخلص 12500، ومصبق الفلوس شحال التصبيق 100%، وكلشي. ودابا ملي تيجمعوا الدوسي قالوا لي جمع الدوسي فاش غادي يونس دارنا، جمع الدوسي قادو صايبو، ملي بغى يمشي يدير القرعه تيقولوا لي انت زوفري ما تاخذش، وهو طالع في 40 عام. مع جونس طاحت الدار ديال خالتي الراسطه، بيتها مسكينه الليل كامل هي هنا. احنا كنا مضرورين في الدرب، ماشي هي، احنا كنا مضرورين. اي واحد اللي باك مع وليداته راه غابارك تيسير الله، احنا برضات الوالدين وتيسير الله باش باركين في هذوك الدور. انا الدار كلها تتقطر عليا، جيراننا كذلك هو مثال. يعني احنا باركين في الخاطر، ما بغاو يديروا معنا حتى شي حاجه. احنا انا راجلي عيبيه وشري، ما عندوش امكانيه باش يخلص النوطير 1,40,000 ريال، تنخلصوا 33,000 ريال في الشهر. البارح مي هضرنا معاهم قال لي لا خاصك ضروري تخلصي النوطير. قلت لي لا انا دير معايا اسهالات، نمشي لداري وتيسهل عليا الله ونخلص النوطير. قال لي لا ما خلصتيش النوطير ما غاتمشيش لدارك. ايوا احنا باركين في الخطا، تيسهل مولانا. سيدي المشكل وقع نهار الحد بالليل، طاحت واحد الدار، طاحت منا شي حاجه، وخرجوا دوك الناس مالوريزمون خرجوا يقلبوا على باش يديكلاريو للبوليس ولا البومبيه. فجاه واحد قسمين ولا ما كايناش، طاحت الدار كامله. شو كيف تعرات الدار اللي مورانا اللي كانوا فيها الناس ساكنين، حنا خرجنا مهروعين لواحد الدرجه ان كان صحاب الناس ماتوا في هذيك الدار. جرينا مشينا للبوليس، جاوا البومبيه، جاوا كل شيء، جرينا تعينا. الاصل المشكل شنو هو؟ هو هاد الناس ما عندهمش فلوس، كاين اللي بوفري، كاين اللي ما كيصورش 30 درهم في النهار باش غادي يخلص 20 مليون او 7 مليون باش غيخلص هاد الطريطه. دفعوا لنا للربا، الربا حنا تنقولوا حرام، وكاع الناس تعرفها حرام، دخلونا ليها بالزمنة رغم علينا. تمشي تاخذ كريدي وتخلص، انا عندي الكريدي دابا 4 شهور كياخذوا لي الطريطه، وانا باقي في براكه. كاينين الناس اللي عندهم 6 شهور وباقيين ساكنين هنا. البارح بالليل طاحوا 3 ديال الديور اخرين، وصلنا لواحد الهراء اللي ما كاينش. هنا تجمعت علينا امه ديال البشر، جاب الله ما وقعوش الارواح، هذا اللي كان فضل من الله. وحنا كنتمنوا على الله هاد المسؤولين اللي كنقولوا حنا مسؤولين يفيقوا معنا شويه ويحسوا بينا كبشر، لان حنا هذا الشيء اللي دار راه اكثر من القانون ما كيطراش. حنا جميع الدول كنشوفوهم عبر الشاشات وعبر المسائل، ما عمرنا سمعنا هذا الشيء اللي كيوقع لهاد الناس هادو في هذا المحج الملكي. وواحد القضيه اخرى كنطلبوا منهم من هاد الناس المسؤولين يروفوا بهاد الناس. راه كاين اللي ما كيصورش لقمه ديال العيش ديالو ديال النهار، ما كيصورهاش. الا غيعطي 36 و32 و18000 ريال و20000 ريال في الشهر راه ما كيصورهاش. الا غيحط الله بون كاش غيوكل وليداتو. فوق من داك الشيء هزوا الناس من واحد المكان اللي كان استراتيجي كيقدروا يخرجوا لافار ولا المرسى يخرج دبرها واحد جدريه باش يعيش، لاحوه في واحد المكان اخر اللي خصو باش يوصل للمدينه، خصو ما هي وما لونها. وواحد القضيه اخرى، قضيه النوطير. هاد النوطير بحال غادي يسجل لنا فيلات
ما غيسجلش لينا بريليكات مليون ونص و 26000 ريال، راه حرام هادشي، حرام 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 حرام. لو كنا حنا ما عنديش باش نخلص النوطير مثلا، متسنى بقى هنايا، سير دبرهم موت فيهم ولا شوف واش دير. حنا تقطعنا وتسلفنا ومشينا وصلنا لابونك باش 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 نتفاداو معاهم هذا المشكل اللي حنا طايحين فيه، اللي حنا اللي كنحسوا به خمس سنين هذه وانا كنعيش في هذه البراكه هذه مع الطوبه حاشاك ومع الزبل، وانت كتشوف بعينك هنا، انت دور هنا وغايشوف شنو هو هنا، هنا على الزباله، حنا في الزباله، بالزباله بمعنى الكلمه، عايشين مع الكلاب ومع الطوبات ومع المشاش، وبقى لينا عندهم نشاركوهم الوقبه ديال العيش ديالنا تاني نشاركوها معاهم. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. في 2011 ملي عطاونا قرار الهدم مشينا عندهم، قال لك بلاتي تنعيطوا لكم نجمعوا الوريقات وغادي نجيو. جات مولات الدار ما تقبلاتش بان احنا غادي نخويو وما تبقاش هي تاخذ الكره. جابت هذا السيد هذا اللي حدانا هذا مول الحانوت هذا، مشاو جابوا واحد المعلم داروا خنشه البوصله نور الرمله وسدوا هذوك الشيء اللي الحيوط كل شيء اللي مفرقع. ها انتم دابا شفتوهم صورتوهم، وها هما الحمد لله اللي صورنا داك الشيء قبل ما يسدوه، كل شيء ها هو عندنا بالوثائق وبالتصوير. موراها جات واحد اللجنه، جات هذيك اللجنه باش غاديين يشوفوا اشنو اللي كاين، يشوفوا الدار واش قايله للسقوط ولا لا. ما هضروش معانا، تابعاهم تنوريهم في التصاور وتنقول لهم سيدي اجيو تقلعوا البوصله راه باقا خضراء، راه ما عندناش الساس تاع الدار. ما دهوش معانا، لقاو مولات الدار في السطح دهو معاها وهبطوا كيجريو، ما قلبوا حتى حيط، ما داروا حتى حاجه، هضروا مع مولات الدار وهبطوا. موراها ملي كيوقع بدا تيطيحوا لينا الحيوط، ملي مشينا للصناداك قال لك انتم تصنفتوا في بي، علاش حنايا عندنا قرار الهدم من 2011 وتصنفنا في بي؟ قال لك لان ملي مشاو لقاو هذوك الطقابي مسدودين، هذاك الشيء كل شيء بحال هذا الشيء هكا انتم غادي تشوفوا نعطيكم تصوروا بانه مسدود. من ديك الساعه لدابا قالوا لي جمعوا الوراق ودفعوهم لينا وملي ندخلوكم القرعه تقريبا شي عام وزياده، هذه اليوم غادي نعطيوكم، غدا غادي نعطيوكم، حتى شي حاجه ما كاينه. كل 15 يوم 20 يوم كيطيح علينا سقف. اش دار لينا القيد؟ قال غادي نعطيكم تمشيو في حالاتكم للمدرسه بركوا فيها حتى النهار اللي غادي تعطاكم الدار. ملي مشينا سيدي نسولوا في المدرسه لقينا مدرسه بان فيها اغتصاب، لقينا المدرسه فيها قانون الغابه، لقينا مدرسه فيها الشراب وفيها السيوف وفيها المقاتله، ولقينا المدرسه بان البوليس ما بقاوش كيقدروا يجيو ليها. يعني ما غاديش نمشيو حنايا تمايا نطيحوا في مشاكل اكثر. دابا هاد الناس ديال الصندوق كنا عندهم اليوم حيت البارح طاح علينا سقف وجاو لعندنا وما خلاش كون جا. اليوم ملي مشينا لعند لعند سميتو مشينا اليوم للصندوق قال لك اودي كاين 4000 دار عاد تعطى، انتوما ماشي من ضمن هاد الناس، انتوما ماشي مع هاد الناس، باقي ما صنفناكم في حتى شي حاجه. دابا سيدي حنا بغينا نداء لجلاله الملك، شوفوا الحاله ديالتنا وتشوفوا واش دار فيها ثلاثه العائلات وما فيها الساس، دارنا ما فيها الساس، ها هي الساس ديال الدار ما كاينش، واش ممكن اننا نقدروا نعيشوا فيها؟ القايد قال لك انا ما عندي ما ندير لكم، شغلكم هذاك سيروا شوفوا فين تمشيو. دابا سيدي حنا بغينا نامنوا على ريوسنا غير في قياطن هنايا في الزنقه تنشوفوا الله شنو دار لينا. حنا سيدي ماشي حنايا يلا جينا عام ولا عامين بغينا نستافدوا، حنا راه هنايا زايدين في هاد الزنقه هذه، حنا زايدين فيها وكابرين فيها، والدين فيها اولادنا، ما يتعداوش علينا، بغينا حقنا. مشاو معنا الصحافه اليوم للصناداك حبسوهم، ما حبسوهم ما خلاهمش يدخلوا، قال لهم ما تدخلوش معنا ودخلونا، قال لك ارو لي كارت باش حكا غادي ندوزوا القرعه. خير مشات الصحافه في حالاتها قال لك اسيروا راه المشروع هذا اللي كاين دابا ديال هاد الدار في دار الى السقوط يتنفذ في 2000 من عندنا من 2014 ل 2016، يعني الوقت اللي جات في بنادم النوبه راه غادي يخرج. اللي وقعت ليه شي حاجه حنا ما مسؤولينش عليه، اللي عنده القرار يخرج يقلب على فين يمشي يعيش. ماشي معقول سيدي هذا، فين غنمشيو نعيشوا؟ واش انسان ساكن 30 عام وما يزيد ودابا يقول لي حنايا ما حنا ماشي حنا اللي بغينا نتحولوا، هذا المحج الملاكي هما اللي بغاو يحولونا، ماشي حنا اللي بغينا نتحولوا بالاراده ديالتنا، هما اللي بغاو يحولونا، مادام بغاو يحولونا يقوموا بينا. حنا راه قايلين للسقوط وحنا ما نسمحوش لهاد الناس لانهم ما عاطيناش اهميه، وما نسمحوش لهم حتى الغداء امام الله، لان هذا الشيء اللي تيوقع لينا راه حرام. هذا الشيء اللي وقع في بورغون غادي يتكرر هنايا، تكرر البارح في اربعه الديور وفي دار في بوطويل وحنايا، والجاره ديالتي قبيله كدوي مع القيد بغات باش نبنيو قياطن ما داهاش فيها، راه دارت محاوله انتحار، راه تلاحت من الشرجم الدرب كله واقف والقيد كيشوف فيها كسيره بالطوموبيل ديالته وهرب. المهم هادشي كله سيدي حنا بغينا يوصل لجلاله الملك باش يعرف الناس فين اش كيوقع لهم، لان النهار اللي تيكون الملك غادي يدوز من هنايا باش ما يمشيوش نتلقاو ليه اش كيديروا لعباد الله، كيحبسوهم
تيحبسوا عباد الله، حتى شي واحد ما يهبط، حتى شي واحد ما يدوز، وتيخليو بنادم كيفاش كيلاهيو بنادم، تيهديو ليهم وليداتهم 48 ساعة تحقق الهوية، باش بنادم ما يدير حتى شي حاجة، ما يجري، ما يوقف، ما يدير لا فيتا ما والو، حتى تيدوز عاد سيرت على ولدك راه ما عندو حتى شي حاجة، هكا دي هاد الشيء راه حرام، ماشي معقول هاد. دابا حنا سيدي بغينا لا كان شي حد اللي وقف معنا الله يجازيكم بخير، حنا تنضيعو في بلادنا.